مغامرته تودع الأردن وتعود إلى تركيا، والفنان السلاوي يعلن عودته إلى الأردن. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت اليوتيوبر قمر الطائي بنشر مجموعة من الستوريات على صفحتها بالإنستغرام. الأغلب توقع أن قمر الطائي تودع الأردن عائدة إلى تركيا، حيث علقت على إحدى هذه الستوريات أنها مشتاقة لبيتها ولقطتها. من جهة أخرى، الفنان السلاوي نشر ستوري هو يشكر مدربه، ووالده نشر ستوري لمح عن عودة السلاوي إلى الأردن. أترككم على ستوري رأيكم بخصوص هذا الخبر. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live